وفي ذات السياق أوضح رئيس المجلس النقدي الخليجي الدكتور رجب المرزوقي أن الحوكمة هي من القضايا المهمة خاصة في مرحلة تغيير النظام الاقتصادي من مرحلة معتمدة على الإنفاق الحكومي إلى نظام معتمد بشكل كبير على القطاع الخاص. الحوكمة هي من القضايا المهمة خاصة في مرحلة تغير النظام الاقتصادي من نظام معتمد أكثر على الإنفاق الحكومي إلى نظام معتمد أكثر على الإنفاق القطاع الخاص. تحتاج الحوكمة للقطاع الحكومي لتخفيض التكلفة ولمحاسبته وتقليل الفساد، لمساعدة القطاع الخاص لأداء الاستثمارات بطريقة أقل تكلفة، مما يحقق أهداف التنمية في القدرة على الإنتاج بتكاليف أقل والمنافسة على مستوى الأسواق المحلية والعالمية. في حالة انعدام الحوكمة يبدأ القطاع الحكومي حقيقة يكون ثقيل جدا أدائه، الفساد في الغالب يكون في الأداء الحكومي عالي جدا، المساءلة مهم موجودة، فينعكس سلبا على تقديم الخدمة مما يرفع تكلفة أداء الاستثمار للقطاع الخاص، وينعكس سلبا على قدرة القطاع الخاص على المنافسة في تقديم منتجاته وخدماته على المستوى المحلي والعالمي.